غادر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مطار الملك خالد الدولي بالرياض عائدا إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته للمملكة. وضمن جدول أعماله التقى رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة، حيث تم تأكيد خلال اللقاء على توافق مصر والمملكة حول مختلف القضايا الإقليمية، وتم استعراض جهود التنمية الجارية في البلدين الشقيقين. أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية فيتنام، معربا عن خالص تعازي مصر في وفاة المواطنين الفيتناميين إثر إعصار ياجي، مؤكدا تضامن مصر حكومة وشعبا مع فيتنام وشعبها في هذا المصاب الأليم. كما بحث عبد العاطي تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية خلال الفترة المقبلة. شاركت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط في حفل ختام المشروع المشترك بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة الصحة العالمية حول دعم الاحتياجات العاجلة لأنشطة الاستجابة لفيروس كورونا في مصر، موضحة أن مصر واجهت في بداية الجائحة مثل كافة دول العالم تحديات غير مسبوقة ومتعددة الأبعاد أثرت على الأنظمة الصحية الوطنية وغيرها من الخدمات العامة، وأن الحكومة المصرية قامت تنفيذ العديد من التدابير السريعة من خلال برنامج الاستجابة الوطنية والتعافي، وذلك للحد من انتشار الوباء، وعملت بجهد لضمان سلامة ورفاهية الجميع. أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن إصدار أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجماعية في غزة دون ضمان وجود أماكن آمنة وملائمة للنازحين لا يزال يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل لمئات الآلاف من الناس، موضحا أنه يوجد أكثر من 55 أمر إخلاء سريع المفعول يغطي أكثر من 85% من سكان قطاع غزة. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن لا شيء يبرر العقاب الجماعي الذي تنزله إسرائيل بسكان غزة لما يشهده القطاع المحاصر من قتل ودمار وجوع وأمراض. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن خطة النصر في أوكرانيا جاهزة بنسبة تزيد على 90%، مضيفا أنها مصممة لمنح بلاده أقوى موقف ممكن لتحقيق السلام، سلام حقيقي وعادل. قال وزير الدفاع الدنماركي إن بلاده ستسلم أوكرانيا دفعة جديدة من مقاتلات F-16 بحلول نهاية العام الجاري، ولم يحدد عدد الطائرات أو مواعيد تسليمها لأسباب تتعلق بالأمن التشغيلي.